قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولم جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما مؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال.